يحمي أعمالي من الضياع؟ من سيشاركني بها؟ أريد أن أشعر أن أعمالي حية، أسمع ما تقول وأرى كيف تتحول في نظري وفي نظر الآخرين. هذه الأسئلة، المخاوف والأمنيات، كانت وراء افتتاح متحف جميل ملاعب الذي يطل اليوم بعصافيره وحساسينه والبحر اللي ما بينتهي عنده، بطوابق ثلاثة على تلال بلدة بيسور. متحف يختصر خمسة عقود من لوحات ومنحوتات جميل ملاعب الذي اقتحم نيويورك عندما كان شابا للدراسة، فعاد منها بالكثير وكل جديد. أهلا وسهلا فيك أستاذ جميل ملاعب، بشرفنا وجودك. أهلا فيك. فنان كبير واسم كبير من لبنان بالرسم وبالنحت، شفنا أنك حاولت تحمي تاريخك وفنك بمتحف ببيسور بمنطقتك. نعم. واليوم عم تعرض بمعرض جنين ربيز، مستمر هذا المعرض اللي فيه لوحاتك. بدي ارجع الى البدايات، بعدين رح ارجع اوصل لليوم لخبره 5 سنين من الرسم وموهبه وفن كبير، منحوتات ورسم. بدايه درست بالجزائر، شو اخذك على الجزائر؟ انا ثقافتي فرنسيه والجزائر لغه فرنسيه، بعدين تراث كبير بيمثل بتمثل الجزائر. الجزائر كانت هي مصدر ومكان وحي لكثير من الفنانين الاوروبيين خصوصا الفرنسيين، بدايه بديلاكروا وماتيس وبول كلاي ورينوار. الجزائر كمان في شيء من ثورة الجزائر كان يجذبنا. الجزائر البلد المقاوم، بلد المليون شهيد، هيك بلد بعتز فيها اني اروح لها، بلد ألبير كامي، بلد الكاتب المبدع ألبير كامي اللي كثير بحبه. هيك جذبتني الجزائر وحبيت روح اعمل فيها دراسي وخوض فيها تجربه فنيه. مين اول مره قال لك انه عندك ريشه حلوه، انت فنان فيك ترسم فيك تنحت؟ بيك اكتشفك. هو اكتشف الموهبه بي اول. وبعدين في فنان كبير بحبه كثير مرحوم عارف الرئيس، طبعا اجى على عندي على البيت وخبر بي انه عندك فنان يقدر يكون فنان كبير. بس كانت الموهبة بهداك الزمن مش دايما ينموها الأهل، كانوا بالعكس يعني يقولوا له روح اعمل لك شي مهنة تطلع منها حياة كريمة. يعني ما كان الفن بأيامها بالسهولة إذا بدنا نقول موجود اليوم، أو شغلة مقدرة مثل ما لازم. حقيقة الفضل بيرجع لبي. كان عازف كلارينات، كان يقرا موسيقى على فالفن موجود بالبيت. نعم، على الطريقة الغربية، وكان يحب كثير كان يحب كثير الحياة، كان يلعب بالسيف وكان يلعب كان يحب الرياضة كثير ويحب الرسم ويحب الموسيقى. وبعد الآلة الموسيقية اللي كان يعزف عليها هو شاب موجودة عنا، بس انتقل أبوي من الـ من الـ من الموسيقى للشغل بالألوان وبالبويا. أنا اكتسبت هيدي المهارة من مشاهدتي له هو عم يمارس المهنة بكل فترات الطفولة. أول لوحة بعتها بعدك مذكر شو كانت؟ أول لوحة بعتها هي صورة بدوية. كنت قد كان عمرك؟ كان عمري حوالي 16 سنة. مين اشترى من شاب عمره 16 سنة؟ اشتراها صديق لوالدي، اشتراها وحطها عنده بالبيت هيك. كم لوحة صرت راسم؟ عديتهم شي مرة؟ الحقيقة فوق الألفين عندي لوحات. عندي لوحات فوق الألفين، بس ماني عددهم كلهم. مش المهم العدد، المهم اوقات النوعيه. طبيعي طبيعي. نعم. اللافت انه عندك اكثر من اسلوب، يعني صعب ما في اسلوب واحد ممكن واحد يقول انه هيدا الخط البياني لجميل الملاعب ودغري بعرف انه هيدي اللوحه له. عندك اسلوبك، بس عندك
تحت هذا الأسلوب أكثر من طريقة للتعبير؟ الحقيقة دائما بيسألوني هالسؤال، وأنا بسأل الناس دائما. عنا نحن بلبنان ثقافة غنية، جاي من عدة اتجاهات، جاي من اتجاه من مصر، من العراق، من تركيا، من إيران، من نحن متوقين بحضارات إضافة للحضارة اللبنانية الفينيقية اللي كانت تتبادل الثقافة مع كل المنطقة. أنا كلبناني بتعرفي أنت أن اللبناني غني من جوا، بلادنا كتير حلوة وفيها أربع فصول حلوين، وفيها ألوان كتير، وفيها مناخ مختلف، وبعدين فيها تنوع بلبنان قد الولايات المتحدة الأمريكية كلها. والناس عندنا الواحد تلاقيه بيتقن عدة لغات، ما فيش لبناني بيتقن بس لغة، في اختلاط. وفي الأكل اللبناني، يعني أنت ما بتاكلي أكلة واحدة كل يوم، بتاكلي 20 أكل. بقى هالتنوع هذا غنى جاي من هالتراث، جاي من جمال هالبلاد وتنوعها. بس أنا لما بشوف مثلا لوحة، بتطلع لوحة انطباعية، نعم، شوفك مثلا راسم شيء بالأزرق بتخيله بحر، افترض، نعم، برجع بعدين بشوف لوحة تانية راسم بورتريه لشخص، يعني الفرق كبير. هيدا اللي عم جرب أقوله، بين شيء أبستري، بين شيء هالقد واضح المعاني، بين شيء محدد. بيقدر الفنان هالقد يكون متوسع بالرسم؟ الفنان مسؤول عن كل شيء بيدخل لعينه، بيدخل إلى عيوننا كل نهار ملايين الصور. نحن بنختزلهم، ما بيقدر الإنسان. يعني بالنسبة لي بحب أرسم كل شيء بيعجبني. رسمت بالألوان ورسمت بالأسود والأبيض كمان، بكل شيء. كل شيء أنا مسؤول عن الرسم، مثل ما واحد بيتنفس، مثل ما واحد بيدخن. كل المواد اللي بيستعملها هي وسيلة لحتى أطلع عمل فني. بدي انتقل لبيسور، للمتحف اللي عملته. نعم. ليه قررت تعمل متحف ببيسور وانت بتعرف انه سهولة أكثر للناس يمكن يجوا على المدينة، أو الكثافة أكبر؟ ليه قررت يعني تروح إلى منطقة لو منطقتك؟ بدي خبرك شغله. اول شيء العمل الفني لازم حدا يحفظه، لازم حدا يتبناه، لازم يكون له مكان موجود فيه. بده عالمه، بده بيته، بده مناخه اللي بخليه يستمر للاجيال القادمه. في عنا بلبنان متحف سرسق شغل عليه كثير لحتى يحفظ مجموعات، صحيح، بعض الفنانين اللبنانيين في اليونسكو، وفي في مجموعات لفنانين لبنانيين. انا بالنسبه لي شعرت انه في كثير في ضياع، في فنانين ما قدروا حفظوا اعمالهم بعد ما رحلوا، انتشرت اعمالهم وما في لهم محل تسالي عنهم. انا حسيت بهال استبقت الامور، وقدرتني الطبيعة وجهدي إني أعمل شيء أقدر أحفظ فيه الأعمال، مش لإلي، أعمال إلي ولا فنانين أصدقاء قادر إني أحطهم بمكان يقدر الناس يشوفوه. يعني مين عندك من الأصدقاء الفنانين؟ أنا عندي مجموعة لشي 30 فنان لبناني. مثل مين؟ مثل عندك بول جراغوسيان، يعني عارف الرئيس، رفيق شرف، أمين الباشا، حليم جرداق، وهيب تديني، ستيليوس كامانجا، مصطفى فروخ، عمر الأنسي، وقيصر جميل. هودي اللي بذكرهم، في غيرهم كمان. أكبر أسماء تبعوا الرسم اللبناني. هودي الفنانين هن رموز للفن اللبناني، وهن أسسوا الحركة التشكيلية اللبنانية. أخذت حق هذه الحركة؟ تعتقد أنه الفنان اللبناني أخذ حقه ومكانته؟ نسبياً شوي أخذ مكانته، لأنه الدولة اللبنانية عم قدرت بشكل معين تعمل معارض سنوية،
ولكن نتيجة الأزمات الأخيرة الاقتصادية والأزمة السياسية شوي صار في بطء في تناول الفن التشكيلي. ما في ميزانية يعني كثيرة. كان ضيفنا وزير الثقافة ومنعرف قد ايه في معاناة لأن ما في ميزانية لدعم فنانين بيستحقوا الدعم. على كل حال الفنان ما بده دعم. أنا برأيي الفنان أو بيكون فنان وبيعتمد على حاله وبيعتمد على قدرته وبيعتمد على بس ما بده دفشة، ما بده إعلامي يظهر شو بيعمل. لازم هو يهتم بشغله، ووقت اللي هو بينجح كشخص كل شيء بتسهل وبفتكر. بس هيدا النجاح أستاذ جميل كمان البعض بيشوفه إنه أحيانا بيكون مدفوع، يعني في أشخاص أسماء كتير كبيرة بتلمع بتشوف أعمالها، يمكن في فنانين مغمورين أعمالهم أفضل بس ما أخذوا نفس الدعاية نفس الضوء نفس الشهرة، ورسوماتهم تنباع يمكن بكلفتها، بينما رسومات أحيانا البعض بيعتبر أنها منا بهالأهمية الفنية بس في وراها لوبيات بتشتغلها بتصير أسماء كتير كبيرة. شوف الأساس هو العمل الفني، قراءة العمل الفني، يعني الفن يعتمد على هالإنجاز الفني. بعدين كيف بيبيع وقديش بيبيع ومين بيروج له ومين بي 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 بيعمل له دعاية موضوع تاني، واحد بيعلي له أسعاره بيقلل أسعاره. الفنان ما بيصير فنان بين ليلة وضحاها بده. أنا عامل 30 معرض، هل 30 معرض في شهادات، هالشهادات تراكمها مع بعضها هي اللي بتقرر، ما بيقرر شخص بيجي بيعجب بعمل بشكل مباشر. لا، أنا عم بحكي نقاد. على الصعيد العالمي في نقاد، الصعيد العالمي نحن ما خصنا، مثل ما نحن ما عندنا استقلالية بقرار سياسي خلنا حقكم استقلالية بقرار ثقافي. حتى الثقافة بدها تلحق السياسة وتعتر البلد. ما في، بالعكس، بالسياسي في خطر أكتر. ما هذا اللي عم نحكي، ما حدا بيقبلك، مش مجبور يقبلك إلا ما يكون في من وراها ربح. نحن ما حدا مستعد يساعدنا على تحرير بلادنا واستقلالنا. نحن لازم نستقل، نحن لازم نعرف حالنا. ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر. هيدي جبران طبعا. عارف إذا الإنسان ما قادر هو ينقذ حاله ما حدا بينقذه. بنيويورك حتى معرضك اليوم اسمه نيويورك، تأثرت بنيويورك. قلت ريت لك بمحل، قلت الواحد بحس حاله مثل الصرصور بين الأبنية الشاهقة، تسحق الإنسان نيويورك. نيويورك هي قمة الحضارة، وهي مركز القرار السياسي الاقتصادي والفني أحيانا، والفني والموضة وكل شيء. نيويورك أنا ما حسيت حالي ضعيف، حسيت حالي إن إنسان قادر مثل ما هي قادر تهيمن علي، قادر أنا علي صوتي. عليت صوتي بس أكيد. هيدا سنترال بارك عم شوفه؟ إيه، هيدا سنترال بارك، هيدا نيويورك. أنا نيويورك رسمتها وعبرت عن وجودي. هيدا سانت باتريك كاتدرال. وحاولت إني اتمازج معها بتراثي، حبيت دخل تراثي معها، يعني أنا نظرت لها من نظرة شخصية. أنا هي مدينة كتير ضخمة ومهمة، ولكن أنا قادر أقول فيها القول اللي أنا بدي إياه تشكيليا، لا بالشعر ولا بالكلام، قادر تشكيليا خبر كيف أنا شفتها. عم تعرض نيويورك هلأ بجالوري جانين الرباز. نعم. عرضت نيويورك بنيويورك. عرضت نيويورك بنيويورك. كيف كان؟ كان كتير مليح معرضي، وبعد كتير هيك الأيام، وكنت عم عبر عن تراثي وشخصيتي وحياتي وذكرياتي بهذه المدينة اللي هي مدينة عظيمة جدا، ومدينة هي 8 مليون منهاتن لحالها، 8 مليون شخص بيسكنها. بس خليني اسالك، هل كنت عم ترسم نيويورك انت وموجود؟ يعني سنترال بارك رسمته انت وقاعد بسنترال بارك؟ انا موجود، كل الرسوم اللي عرضتها عن نيويورك هي معموله بنيويورك. ولولا هيك ما لها اي قيمه، لانه منا ذكريات ولا هي مذكرات. اعمالي عن نيويورك هي نيويورك اللي رسمتها
بشكل مباشر بعيني وبإيدي، وانتقلت من مكان إلى مكان وأخذت معي أدواتي وصرت شاهدة بكل أبعادها الحسية والجمالية والطبيعية. في شي مدينة تانية رسمتها مثل ما رسمت تفاصيل نيويورك؟ نعم، رسمت موسكو بس مش بكثافة، ورسمت المغرب العربي، ورسمت بالعراق، ورسمت بمصر، ورسمت بالبحرين، ورسمت ايضا بالمكسيك وبيسور وبيروت. بيسور على طول برسمها كلهم برسمهم من خلال رؤيتي ومن خلال مشاهدتي ومن خلال تراثي اللي هو تراث لبناني اصيل. استاذ جميل، قد في اقبال على الرسم اليوم بلبنان؟ في كثير اقبال على الرسم بلبنان. اللبناني بطبعه بحب الفن وبحب الفرح وبحب الثقافه. ما دائما وبيروت مدينه عامره بالاتجاهات الفنيه وبالمواهب وبكل انواع الفنون. تعرف اكثر يمكن شخصيه فنيه متفائله انا استضفتها، ايجابيه ومتفائله، يعني احيانا حتى عم بتفاجئني بدعم او باحتضان الدوله وتقول لي انه في اقبال على الفن هذا اليوم. الجمال ولولا هيدا الايجابيه بالناس وهالمحبه وهالغنى باللاوعي، الغنى بحب الحياه، وين كنا صرنا؟ هيئته مظبوط، كن جميلا ترى الوجود جميلا. أكيد أكيد. فكيف اذا جميل ملاعب؟ شكرا. طيب لك استاذنا، اليوم عم بتقلي انه في اقبال على الفن. أكيد. وفي بعض بيشوفوا انه لا، هيدا عصر الانحطاط اللبناني، مطرح ما كل شيء هابط يسوق له بشكل كبير بشكل تجاري مكثف، الاهتمامات بعيده عن اللوحه بعيده عن الفن، بالعكس بمسائل يعني اقل بكثير جماليه واقل ضيانا. خلينا انت عليك تختاري فقاعات اكثر. انت عليك تختاري، في بلبنان شي 500 شاعر بيكتبوا شعر، بس انت بتختاري، انت بتقرري مين شاعر ومين لا. في بلبنان 500 رسام، انت بتقرري مين رسام ومين لا. بس ما فيك تمنع الناس انه كل واحد يكون فنان. انا مش هيك عم بقول انه ما بيحبطك انه يكون جمهور نوع من الفنون اللي هو يعني أقل مرتبة من الرسم بكتير. نعم، يكون جمهوره كتير أوسع من جمهور الرسم. جمهور الغنية واسع، مش أي غنية، في غنية تستحق وفي غنية كتير هابطة. يعني هيدا ما بتستغربوا، جمهور الأرجيلة كتير واسع، وين جمهور الجانين ربيز أو هالمتاحف أو هالمعارض أو هالجالوريات؟ بده تربية فنية وبده الشغل بالمدارس، وبده الدولة تعمل متاحف وتشجع الفن وتختار هي وتقيم، ويكون في نقاد يقيموا مين الأفضل ويشوفوا يعرفوا كيف ويقدموه كما يجب. هذا الأسود والأبيض عم نشوفه، هذا فترة الحرب، هودي بال 78 بعز الحرب. 78 يعني بعد حرب السنتين، بعد احتلال الجنوب بالعدو الاسرائيلي. قررت انك ترسم اسود وابيض؟ مش قررت، الحياه هي بتقرر. يعني انا عم قلك لك بفتح عيني وبعبي مشاهد وبعدين بحاول جسدها، لانه كلنا مليانين احلام وصور، بس العبره اللي بيطلعها وبيوصلها للاخرين. كلنا بنحس، كلنا بنحب الشعر، بس بدنا نكون شعراء، بدنا نعمل جهد كبير وبدنا موهبه كبيره. بدنا موهبه. على شو عم تشتغل هالفتره هالمرحله؟ هالفتره بعدني عم اشتغل على التراث وعلى الضيعه وعلى الطبيعه الحلوه اللي كل يوم في لبنان. في عندك طقس حلو، عندك طقس حلو، عندك لون حلو، عندك ناس حلوين، وعندك اكل طيب، وعندك مناخ حلو، رغم كل السلبيات. هاي السلبيات هودي انا برايي ما لازم نشوفهم، نحن نشوف الشيء الحلو.
نحن بنشوف شيء حلو، طلعي بالبحر شو حلو شو حلو. بس لما افكر قد ملوث. في ناس ما بقدر ما افكر في ناس ما بيعرفوا قيمه النظافه. هودي بدنا نعلمهم. يعني مش هينة، خلينا نقول انه مش هينة. وبدي اشكرك كثير استاذ جميل ملاعب على وجودك الجميل معنا. شكرا لك، شكرا لتقديرك، وشكرا لشاعريتك. اقل شيء انه واحد يقدر هيك لوحات حلوه. خليني اقول لك بتواضع، يعني مني ابدا خبيره فنيه او بفهم بالفن، بس اكيد جميل ملاعب مش اخذ حقه ابدا 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 بلبنان. حضرتك رسام كبير وريشة كتير كبيرة، اسمك لازم يكون معروف بالعالم كله، بأكبر معارض بالعالم لازم يكون اسم جميل ملاعب ملعلع. أنا شغلتي أرسم، بعرف أنك معروف، وأعرض. شغلتي أرسم وأعرض، بعدين تقييم مش أنا صاحبه، الآخرين حرين يقيموا، حرين يحكوا اللي بدهم إياه، وأنا مع هاي الحرية. أنا حر، بحب الآخرين يكونوا أحرار بالتقييم، أحرار بنظرتهم لإلي ولكل الأعمال الفنية. بيقولوا الفنان بيصير عنده كتير إيجو، بيصير عنده، أنا ما شايف يمكن حدا قدك متواضع متفائل إيجو ومحب. إيجو هو عم بيعمل العمل، بس العمل بس يمضي بصير بطل لإله، خلاص بصير للآخرين. في أسألك قد عم تبيع بأي أسعار أو ما لازم نقول على الهواء؟ فيك تسألني. أول شيء مش أنا بحب أحدد الأسعار، صاحب الجاليري، صاحبة الجاليري هي بتحدد الأسعار، لأنه أنا تقريباً أنا شغلتي برسم. في عندك لوحات من الألف وطالع، الألف دولار وطالع. على كل حال قليل كتير على هذه الأنامل. شكرا. وعلى الروعة اللي بترسم. بعدين ما مش مهم قديش ثمن اللوحة، المهم يكون في لوحة حلوة. أكيد هذا الأهم طبعا. ولوحة ما بتشبه الثانية، ما في عندك ولا لوحة يمكن مفروض بتشبه لوحة ثانية أو نسخة عنها، لأنه ما في نهار بيشبه الثاني. شكرا لك على النهار الحلو وعلى الحلقة الحلوة. أستاذ جميل ملاعب اسم كتير كبير من لبنان، وفنان لبناني كتير كبير. مشاهدينا اللي منه قادر يوصل على جاليري جانين رباز حاليا أو يلحق هذا الاسم الكبير من لبنان ويشوف لوحاته ومنحوتاته، فيكن على الانترنت تشوفوا شو عامل جميل ملاعب من روائع نقدره تقديرا عاليا ونفتخر بفنان كبير من لبنان. أنا بودعكن وبشكركن على المشاهدة، بشوفكن الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. شكرا لك.